احتفالية لتخريج أول دفعة مكونة من 14 متدرباً من إدارة أمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية. تدرب المنتسبون فيها على مدار 8 أسابيع على قيادة الزوارق التابعة للإدارة لتنفيذ مهام بحرية تتعلق بالإنقاذ البحري ومطاردة زوارق التهريب وعمليات إطفاء النيران في الأهداف البحرية والأهداف على الرصيف وتقديم الإسعافات الأولية للغرقى حتى يتم تسليمهم لسيارات الإسعاف على اليابسة. هذه الدورة لم تكلف شيئا وإنما تكاليفها كانت زهيدة جدا لا تتجاوز 100 دينار الحمد لله، وبسواعد ليبية وبخبراء ليبيين. وأنت الدورة اليوم تخرج هذه المجموعة بحضور بعض مدراء الإدارات وبعض الرؤساء في ميناء طرابلس البحري، رئيس لجنة السيرية والإنقاذ البحري وغيرهم، وبحضور إن شاء الله الوزير. هذه الدورة إن شاء الله تكون بادرة ونقطة انطلاق لدورات أخرى في المستقبل. عروض مميزة للزورقين 109 و 111 وعلى متن كل منهما 7 من المتدربين اختتمت بتسليم الشهادة، حيث تسعى إدارة أمن السواحل لتطبيق برنامج متكامل من الدورات التدريبية لمنتسبيها بهدف تطوير إمكانياتهم وتحسين أدائهم تحت إشراف كوادر محلية من أمهر ضباط البحرية الليبية. في خطة تدريبية موضوعة من قبل الإدارة العامة للتدريب واعتمدت من وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الإدارات ومكونات وزارة الداخلية. اليوم يعني نعرف أن موضوع أمن السواحل وتأمين السواحل الليبية هذا يحتاج إلى إمكانيات ويحتاج أيضا إلى تدريب عام وتخصصي في مجال حماية السواحل الليبية، ونتمنى التوفيق لكل الخريجين اللي من زملائنا اللي تلقوا هذه الدورة. أداء متميز من المتدربين نال إعجاب الحاضرين وشعور بالفخر عما الجميع فيما يعلو التصفيق بعد كل عرض، ولسان الحال يقول هذه هي ليبيا التي نريد. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكماشي، طرابلس.